يا صباح الفل على فنزاتي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الإخوة والأخوات أصدقاء الحكاية مع أشرف. يا صباح الجمال. النهاردة حكاية حاجة اسمها علاقتك بمكان. كل واحد فينا أكيد ليه علاقة بمكان بيحبه، مكان بيرتاح فيه نفسيا، مكان متعود إن هو يروح يفضي دماغه فيه. طبعا ممكن الناس اللي عمرها ما جربت الموضوع ده ممكن ما يصدقونيش، بس انا بقول لكم يعني الموضوع ده حقيقي جدا، ان انت لازم في مكان تعمل او في لازم تعمل علاقه بينك وبين مكان انت حسيت بارتياح فيه. المكان ده تروحه دايما، لما تكون مخنوق تروحه، ولما تكون فرحان تروحه، بتعمل عمليه فصل او تفريغ للشحنات السلبيه اللي عندك واكتساب شحنه ايجابيه من المكان ده. طيب علشان توصل للمرحله ديت لازم تحب المكان اول حاجه. انا شخصيا المكان اللي انا قاعد فيه دوت ده مكان جنب الشغل عندي، ودايما لما بيكون في ضغط في الشغل عندي البريك بتاعي ساعتين، باخد الغداء بتاعي وبعد كده او ماخد بعضي وجاي اخد اجيب قهوتي واقعد فيه. بحاول على قد ما بقدر ان انا ما بستقبلش تليفونات او اتصل بتليفونات لما بكون موجود هنا. ليه؟ لانه مش لو انت عايز تفضي دماغك او لو انت عايز تفضي دماغك، ما تحاوليش ان انت تشغلي نفسك بموضوع او تشغل نفسك بموضوع. يعني حتى لو في حد مثلا بيعزف موسيقى قدامك او بيعمل رقصات او في مشكله او في اي حاجه، لو انت قاعد تبص عليها يبقى انت كده خلاص انت ما بتفضيش، انت بتشحن تاني. ممكن تكون شحنات ايجابيه وممكن تكون شحنات سلبيه. لكن لو انت بقى عايز في حاجه في دماغك مش كويسه ومش تمام، بتروح تقعد تبص للطبيعه، تبص للميه زي المكان اللي قدامي ده، ابص للاشجار، ابص للسماء، ابص للحياه بصفه عامه. ما وفي نفس الوقت بحاول اطبق مثلا او كلمه دايما كانت والدتي ربنا يديها العمر والصحه يا رب، كانت تقول يا ابني تبات نار تصبح رماد. يعني ايه تبات نار تصبح رماد؟ يعني ممكن تكون مشكله كبيره جدا زي النار وفي الاخر هتطفي، في الاخر هتقوم الصبح تلاقيها رماد كده وتبص لها كده بعد ما كانت مهجه وهيجه وحراره طالعه منها ونار وخايف تقرب منها، انت هتبص لها من فوق هتبقى تحت منك المشكله. نفس الفكره كلها، لازم تعرف لما يكون في مشكله قدامك، تخيل المثل دوت ان هي عباره عن نار كبيره قاعده مطلعه خطوره ودخان وحراره. ايه اللي بيحصل في الحاله دي؟ بتبعد عنها خالص، تبعد، تسيبها تاكل في نفسها، وتيجي بعد كده تبص لها هتلاقيها تحت منك عباره عن رماد. انا دايما بطبق الموضوع دوت. ولما باجي هنا بقى ايه، لما بيكون بقى عندي حاجه مضايقاني او حاجه مش مبسوط منها، ما اقفش قصادها على طول زي ما والدتي قالت، يعني زي النار كده. بقوم عامل ايه بقى؟ بقوم سايبها وقوم جاي قاعد مفضي الشحنه بتاعتي، واجي بقى ايه اتذكر كلام ربنا سبحانه وتعالى واللي هو معلمه لنا في القران والسنه، ان انت لو ليك خير هتاخده، ولو في شر حد عايز يأذيك وربنا مش رايد، لا يمكن حد هيقدر يجي جنبك خالص. ولو ليك خير وناس واقفه ولافات مؤلفه عايزه توقفه، مش هيقدروا يوقفوه. فبناء على ايه بقى؟ على الحاجات ديت والمثل اللي والدتي دايما تقوله لي، باجي هنا بقى واقعد واتامل وابص للمكان وابقى فرحان. يعني ابقى كده قاعد بقول ما فيش مشاكل، نص ساعه انا هاجي اقضيها بفضي، ما اتكلمش مع حد، ما بشغلش نفسي باي حاجه، واقول ما فيش. لو المشكله بقول ان شاء الله هتعدي ولا الهوا. ولو انا في امنيتي بقى حاجه بقى دايما اقول ايه، يا رب ابسط علينا من نعمك ورضاك علينا. وطبعا انتوا عارفين كلمه الباسط والماسك، هو ربنا بيبسط النعم وبيمسك النعم وبيمسك برضو الحاجات الشر يعني. فعلشان كده دايما لما باجي انده لربنا بقول له يا باسط
اللهم ابسط علينا من نعمك ورضاك، اللهم ابسط علينا من نعمك. لو ربنا سبحانه وتعالى استجاب بالدعوه ديت ليا ولاي حد دعاها، مش عايز اقول لكم انت خلاص خدت كل حاجه. استجاب ليك ان هو بسط عليك بنعمه وبسط عليك برضاه، يعني كده خلاص خلصت الليله كلها. النعم والرضا مع بعض دي حاجه لما ربنا بيرضي على عبد خلاص، ولما ربنا بيبسط عليه بنعمه. طبعا النعم دي ممكن تكون كل النعم، نعم في المال والصحه والذريه، نعم في الخير، في كل حاجه بتعملها. الرضا بقى، رضا في الاعمال بتاعتك، رضا في حياتك، رضا في رزقك، رضا فيك كانسان، رضا في صحتك، ربنا راضي عليك خلاص خلصت. فدايما يا اخواتي لما تيجوا تدعوا قلتوا له كده، اللهم ابسط علينا من نعمك ورضاك، اللهم ابسط علينا من نعمك ورضاك، ودايما كتروا من هذا الدعاء. الالحاح، اللهم ابسط علينا من نعمك ورضاك، اللهم ابسط علينا من نعمك ورضاك. بس فلما تيجي بقى بعد كده بقى وتفتكر ان انت في المكان اللي انت عملت فيه علاقه وجيت لوحدك وقعدت فيه، ولو في مشكله اتحلت، ولو في خير جه، تبقى مبسوط قوي، بتشهد المكان عليك. يعني طبعا المكان بتحسسه كده ان انا جيت هنا ودعيت ربنا، وجيت هنا كنت مخنوق وربنا فرجها عليا، وجيت هنا وكنت فرحان فربنا استجاب لي. فعشان كده دايما لازم يا شباب تكون في بينك وبين مكان علاقه. المكان ده ممكن يكون مثلا حديقه، ممكن يكون مكان في قهوه، لو اني ما افضلش يعني يكون مكان في كافتيريا او قهوه لان هتتشغل. بس ممكن تبقى قاعد، يعني انا مثلا في مصر مثلا ببقى قاعد في اماكن شعبيه بشرب قهوتي وبعد ابص على الحياه. من الحاجات اللي بتدين طاقه في مصر، ما بروحش اماكن غاليه علشان تبقوا عارفين، يعني عشان ما يجيش مثلا في ناس يقول لك ايه، يقول لك لا 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 انا ما اروحش الاماكن الشعب. بالعكس، انا من اكثر الحاجات اللي بتحبني جدا بحبها جدا ان انا بروح الاماكن الشعبيه اللي انا بقعد فيها، بشوف الناس عايشه ازاي، وبشوف الناس على قد ايه هي بتعافر وبتكافح. وانا طبعا ببقى شايف الحياه في اوروبا وقد ايه الحياه سهله وجميله، ومش عايز اقول لك يعني زي سكينه في الزبده زي ما بيقولوا. وبتلاقي ناس ملحدين وناس كفره وناس مش ما بيقولوش الحمد لله. ولما تنزل مصر بقى تبقى قاعد على قهوه شعبي مثلا كده، وشايف ان الناس ظروفها صعبه جدا وبيحفروا في الصخر، وفرحانين ومبتسمين وبيقولوا الحمد لله والله اكبر ولله الحمد، هنا بتعرف قيمه الرضا بالنعم ربنا سبحانه وتعالى. بس فكانت الحلقه النهارده بقى ان انا جيت النهارده وكنت عندي شحنه سلبيه، مش كنتش مبسوط يعني من شويه حاجات كده عندي في الشغل. فعملت ايه بقى؟ قلت لا انا اروح اقعد في المكان بتاعي، اخد بريك نص ساعه، اشرب قهوتي واقعد اشوف. اوريكم بقى مركب قدامي لفه كده من المراكب اللي هي المراكب الجميله. بصوا دي عباره عن مركب مطعم تقريبا، هو بيعملوا تجربه، بنقعد بيقعد. شايفين دي المراكب اسمها اللي باتوموش، يعني اهو دي فيها مطعم تحت، يعني هو المطبخ تحت بس ده مطعم على فكره، بيقعدوا ياكلوا فيه اهو. ده المترو شايفين. شايفين جمال المكان عامل ازاي، شايفين حاجه جميله جدا، يعني خلي الواحد فعلا زي ما قلت لكم انا باجي هنا بستجم اهو. طبعا ده مرسى للمراكب اهو، ولو طلعنا كمان هنحاول بقى نمشي شويه عشان تشوفوا اهو البرج. تقريبا البرج قدامي على طول، يعني انا هوريه لكم وانا شغال في المنطقه هنا، الاداره بتاعت الشركه اهو. شايفين البرج فين اهو،
وادي البرج. وادي البرج اهو، طبعا عروسه وعريس اهي، ناس تيجي تاخد ذكريات. طبعا شايفين كل الحاجات دي بتتأجر. العربية دي اهو، طبعا ده عبارة عن جولة. اهو عرفت بقى ليه انا باجي هنا دايما استجم او بعمل البريك بتاعي. ده المكان المفضل بتاعي، او ده المكان اللي بيني وبينه علاقة بفضي فيها اي شحنات، سلبية. بحاول ان انا اخد منه الايجابي واسيب له السلبي. كتير في المايه طبعا، المايه ديت ليها سحر بدع. وبعد كده خلاص انا دلوقتي مش قادر لكم، يعني حاسس ان انا حد دكتور نفسي قاعد معايا واقنعني وفضلي دماغي وكده خلاص اروح بقى الشغل تاني وانا عندي طاقة ايجابية. فيا ريت تعملوا زي كده، تشوفوا مكان حلو بتحبوه وهيحبكم، لو انتوا حبيتوه هيحبكم، وتروحوا بقى ايه تتعاملوا معاه، وان شاء الله هتحسوا بالاحساس اللي انا حاسه. ولو عجبكم المحتوى اعملوا لايك واعملوا شير واعملوا سبسكرايب، وما تنسوش طبعا بالاشتراك عندي، وتشجعوني علشان اكمل معاكم واقول لكم بحبكم في الله مع الحكايه مع اشرف. في امان الله، صباحكم زي الفل او يومكم زي الفل ان شاء الله.